بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أشكر هذه الجمعية المباركة على إتاحة هذه الفرصة للمرة الثانية ومع عالم من أعلام البحرين. كما أشكر الأستاذ عيسى أمين وأستاذنا الكريم اللي كبرني وصغر نفسه، قال لي الأستاذ الكبير وشيخنا عبد العزيز الصويلح حجزاه الله خير، دائما يعني ينتهز الفرصة في فعاليات جديدة واللي يتصل فيني ويقول إذا عندك بحث جديد أو شخصية جديدة إلا تتحف هذه الجمعية بهذا البحث. طبعا هذا السيف الطويل ما أدري من جايبه، الظاهر من الانتخابات، الظاهر مطلع من الانتخابات لما أحمد الانتخابات. من هذا السيرة الذاتية اللي ذكرها لا يهمني شيء إلا هي كتابة تاريخية عن شخصيات، يعني هذه وإن كنت أتيت فيها متأخرا إلا أن غالب وقت الآن بدأ يتجه في هذا الطريق. والحمد لله لما أنا أشغلت أخوي الشيخ حسن معي، أخي الشيخ الدكتور حسن حسين معي، وأيضا الشيخ عبد الله صار أحيانا في الدرب معنا، وقريبا صدر له كتاب عن عبد اللطيف القاضي عبد اللطيف الجودر، أخرج له بعض أعمال اللي حصلنا عليهم. في المحاضرة السابقة لما كنا نتكلم عن خليفة بن حمد النبهاني ذكرنا أن التراجم يختلف عن التاريخ، احنا يعني ندرس شخصية معينة من الولادة إلى الوفاة ثم الآثار ثم الشيوخ ثم الأثر اللي ترك، أما البحث البيئة والمجتمع والأحوال السياسية والاجتماعية هذه يطول الأمر. فأنا تخصصي هو إخراج سيرة عالم من علماء البحرين المغمورين وإخراج أحد التراث اللي أعثر عليه، لأن عندنا ندرة في هذا الشأن. قصة مع خليفة بن حمد النبهاني دائما القصص عندي متتالية، كل واحد يسحب الثاني. بدأت قصتي مع خليفة بن حمد النبهاني عندما قرأت كتاب مبارك الخاطر المغمورون الثلاثة، ذكر في سيرة ثلاثة أشخاص اللي هو عبد الله الجامع شاعران وعالم، شاعران وعالم يقصد فيه عبد الله الجامع الشاعر وعبد المحسن الصحاف الشاعر وخليفة بن حمد النبهاني العالم. هذا اللي لفت نظري، لكن اللي لفت نظري أكثر شيء على شخصيتين هو خليفة بن حمد النبهاني والصحاف، لأنهما قد هاجر من البحرين إلى مكة المكرمة وسيرتهم نوعا ما متشابهة متقاربة. وأغلب يعني في المجتمع البحريني يعني يجهلان عن سيرة هذان العالمان الجليلان اللي في تصوري قد تبوأ مناصب عالية في مكة المكرمة أو في الحجاز. فبدأت بخليفة بن حمد النبهاني، اشتغلت عليه، يمكن أصدرت كتاب الأول منازل القمر متعلق بعلم الفلك، وهذه كتاب ثاني أيضا صدر لي متعلق بالأحاديث اللي رواها خليفة بن حمد النبهاني. ثم انطلقت إلى الشيخ عبد اللطيف أو عبد المحسن بن محمد بن يعقوب الصحاف. هذه الشخصية أول ما انطلقت من مبارك الخاطر مغبورون الثلاثة، ثم بدأت أتوسع في البحث، والحمد لله وقفت على وثائق وبعض المراجع النادرة اللي يمكن ما وقف عليها مبارك الخاطر أو أحد آخر. المحاضرة بتكون شقين، الشق الأول أسرد القصة المبسطة لهذا الشاعر الذي وصفه الزركلي في الإعلام، قال شاعر عاش في بؤس، شاعر عاش في بؤس، لخص لك حياته كاملة في هذه. فنبتدي بشقين، وش نذكر قصة البسيطة لأن المعلومات المراجع اللي المتوفرة ذكرت بعض النقاط. اللهم إني وقفت على مقالة يعني ما أظن أن أحد وقف عليه غيريانة، وحتى عبد العزيز عصفور مؤرخ في الإحساء أول ما درى طلب مني هذه النسخة، لأن ذكر يعني نقاط في حياة عبد المحسن الصحاف لم يكن يعرفها أحد، حتى مبارك الخاطر لم يذكرها في كتابه. فننطلق أول شيء اسمه ونسبه، هو اسمه عبد المحسن. أنا أذكر أنكم العرض ثم أبتدي أعلق عليه بالمعلومات المتوفرة عندي. هو اسمه عبد المحسن بن يعقوب بن محمد بن يعقوب المسلماني، ثم الشهير بالصحاف. هنا إشكالية، هو الآن احنا بنشوف الوثائق الثانية المسلماني، هذه أول فائدة حصلتها في الوثيقة الجديدة، إنه المسلمان وليس بالصحاف، وإنما أخواله من الصحاف، جده لأمه عبد المحسن أو عبد اللطيف أو عبد المحسن بن عبد اللطيف الصحاف، يعني الذي تربى في كنفه هو ضرك وسمي باسمه الظاهر. إنزين،
فكان اشتهر وهو كان يكتب في المقالات اللي في جريدة القبلة أو أم القرى يكتب عبد المحسن الصحاف، ولكن في وثيقة ثانية ذكر أنه مسلماني وليس بالصحاف وإنما أخواله من الصحاف. انزل الصحاف أتوقع لماذا انتسب لأمه، لأن عائلة المسلماني عائلة، هذه قبيلة موجودة في حائل، موجودة في اليمن، يرجعون للقحطان، وموجودة في لبنان وفي عدد دول، وموجودين في مصر، ومصر موجودين في مصر، من هؤلاء المصريين موجودين في الحجاز. أنا أعلل لماذا هو لم يكتب مسلماني وإنما ذكر الصحاف. الموجودين في الحجاز عائلة، أنا هذا تحليلي أنا شخصي، أن في عائلة موجودة مسلماني ولكنهم من أصول أقباط مصريين، أقباط أسلموا، فالظاهر هو علشان لا ينشر هذه فلم يذكر في أحد الوثائق عن نفسه هو أنه مسلماني، وإنما يذكر يعني عبد المحسن بن محمد بن يعقوب، عبد المحسن المكي، عبد المحسن البحريني، الصحاف. مسلمان ما أتى في شيء إلا في وثيقة واحدة، هناك وثيقة ثانية حصلت عليه بس ليه ما وصلتني، في أحد مؤرخين في الإحساء وعدني قال فعلا في وثيقة ثانية تؤيد أنه مسلمان وليس إيش من عائلة الصحاف. المحرقي طبعا لأنه ولد في المحرق، وأما ثم المكي لأنه هاجر وتوفى في مكة المكرم، الملقب بشاعر البلاط الهاشمي لأنه بعد بؤس الذي عاشه مثل ما نرى في قصته أصبح قريبا من الهاشميين، الملك الحسين بن علي الهاشمي، ولقب بشاعر البلاط الهاشمي. وهذا اللقب شاعر البلاط الهاشمي لا يطلق إلا على واحد كثرة ترداده أو تكراره وكثرة وجوده في مجالس الملوك، فكأنه هو أصبح يعني من أهل القصر أو شاعر القصر، وهذا كون يطلق عليه معناته أنه، وهذه ذكر أحد الباحثين السعوديين أنه فعلا كان كثير الترداد في بلاط الملك الهاشمي. وبشاعر الثورة العربية، لأن الملك حسين أعلن الثورة العربية ومن خلال أصدر مجلة القبلة، وكان يدعو إلى العروبة طبعا ضد الأتراك، وسانده وساعده عبد المحسن الصحاف، وكانت كل أشعاره يدعو إلى العروبة وعلى النهوض بالعرب وغير ذلك. مولده ولد بمدينة المحرق سنة 1221، هذا التاريخ طبعا جبناه من تلك الوثيقة، 1291 هجري. أنا قلبت بعدين بالميلادي، بذكر لكم بعدين بس أنا أجيب المعلومات اللي حصلت عليها. بحي بن خاطر، المعلومات يعني هو مرق الخاطر ذكر أنه درس هناك وعاش وترعرع بين أخواله عائلة الصحاف وبين في مدرسة بن خاطر أيضا هناك، لكن الصحيح الوثيقة اللي عندنا اللي بنشوفها بعد قليل تذكر أنه هاجر أو ترك البحرين وراح إلى مكة المكرمة بعد أن تجاوز السابعة، فالظاهر أنه يعني طفولة بسيطة عاشها في البحرين، وممكن تعلم إذا كان درس في مدرسة، يعني عشان نوفق بين الكلام أنه رحل بعد السابعة بعد أن تجاوز السابعة، وبأنه درس في مدرسة الخاطر، أنه درس الكتاب يعني أو مبادئ العلوم، تسمى مبادئ العلوم القراءة والكتابة، وكان والده أيضا ممن تخرج وممن درس في مدرسة بن خاطر. عبد المحسن الصحاف يعني في كثير من أشعاره كان يعني يتذكر البحرين ويتذكر المحرق ويتذكر الفرجان المحرق، في يعني دائما في هذه متكرر في أشعاره، ولا عدة قصائد باسم البحرين منها لامية البحرين اللي سنأتي عليها. فعن هذه حي بن خاطر يقول: ومسقط هامتي وربوع قومي وأترابي وملعب الجميلة ومحتضن الأعارب والنشامة ولي فيها الأقارب والقبيلة. فيعني يعتز بهذا المنطقة أو هذا الحي الذي عاش فيه، ويذكر كانوا من أهل الجود وأهل العرب وغيرهم. جده الأعلى اللي هو من جهة الصحاف هو عبد المحسن بن عبد اللطيف الصحاف،
أنا لي حصلت على وثيقة أو كتاب آخر بإذن الله إذا سمح لنا في لقاءات أخرى سنتكلم عن هذه الشخصية، وهو من أقدم الشخصيات أو العلماء الموجودين في البحرين، اللي هو عبد اللطيف بن عبد المحسن بن عبد اللطيف الصحاف المالكي. هذه أحد القضاة البحرين السابقين اللي كان في فترة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة رحمة الله تعالى على الجميع. فلما يقول لك إنه كان جده الضار جد الأمة هو عبد المحسن، فهو يكون عبد اللطيف بن عبد المحسن اللي هو صاحب الكتاب الثاني يكون يعني من أهله وأقرباء، يعني هي كانت أسرة علم. وهذا عبد اللطيف الصحاف له رسالة ينصح فيها، رسالة داعية والي البلاد إلى سبيل الحق والرشاد، يدعو فيها الحاكم البحريني السابق إلى الإنصاف والعدل وإنصاف الرعية وغير ذلك، ويخوفه بالله ويذكره بالله سبحانه وتعالى. رسالة جميلة جدا، وكل من وقف عليها استغرب أنها تصدر من أحد علماء البحرين. رسالة صغيرة ومختصرة بإذن الله نشوف أحد اللقاءات ونتكلم عنها بإذن الله. بالنسبة عن أنه درس في مدرسة بن خاطر، يقول: وإني إلى أهل المحرق تائق، وهل لي أن أنسى مجالسها الزهري، يقوم بها للخاطريين مسجد ومدرسة تعلي من العلم والذكر، سلام على البحرين من ابنها الذي بمكة ثاو لا يريم مدى الدهر. فكل أشعاره ما يعني كل ما يحصل فرصة وإلا يشكي لوعة من بعده عن البحرين. إلا أن في هذا السن إحنا ما عندنا معلومات كثيرة جدا، ولذلك إحنا قلنا ممكن تعلم القراءة والكتابة أشياء بسيطة جدا، ثم هاجر به والده. وهذه القصة قريبة من قصة خليفة بن حمد النبهاني، أيضا خليفة بن حمد بن نبهاني انتقل به والده من البحرين إلى مكة المكرمة، إلا أن الفرق أنه كان خليفة بن حمد النبهاني انتقل وعمره 17 سنة، وهو انتقل وعمره يعني 7 وشوي قليل. فيقول مبارك الخاطر، يقول: فعبد المحسن بن محمد بن يعقوب الصحاف محرقي المولد والطفولة والتعليم الكتابي، مكي التعليم الديني والأدبي، حجازي الإقامة والمصير أي الوفاة. لم تذكر المصادر على من تعلم العلم في مكة المكرمة، إنما هو يذكر في بعض أبياته يقول: ومهبط وحي الله والذكر يجتلى بأفيائها عند المقام وفي الحجر، مشايخها في العلم أعلى مراتبا وأعلى مقاما في الحديث وفي الذكر. ذكر هذه الإشارات أنه تلقى العلم عن بعض العلم الحديث والفقه عن بعض العلماء، لكن لم تذكر المصادر على من تلقى هذا العلم إلى الآن. وهناك احتمالات موجودة أنه تتلمذ على بعض العلماء، لكن إحنا نحتاج إلى وثيقة تثبت ذلك، من غير وثيقة لا نستطيع أن نثبت شيئا. هجرته رحل به والده من مكة من البحرين إلى مكة المكرمة بعد أن تجاوز 1298 تقريبا، أي 1882، ولم تذكر ماذا المصادر تتكلم عن هذا الأمر كثيرا. هني وفاته، توفي رحمه الله تعالى بمكة المكرمة في 24 ذي القعدة سنة 1350 الموافق 1931. ترى اللي تكلم عن هذا الشاعر عبد المحسن الصحاف المسلماني تكلم عن شعره وعطائه وحلل شعره والدور الذي أداه في تلك المرحلة، لكن عن حياته الأسرية لم يتحدث أحد، بمن تزوج وهل له ذرية وهل غير ذلك، ما أحد تكلم عن ذلك. وإلى الآن أنا قاعد أبحث، وأنا استغربت أن كنت أريد البحث عن صورة لهذا الشاعر، لأن لا سيما أنه يعني وصل إلى مراتب عليا في بلاط الملوك، لكن إلى الآن ما حصلت على صورة له. معنا في تلك الفترة بنحط لكم فيلم فيديو صور وقت نفي الملك الحسين بن علي من مكة إلى الأردن، فيه صور موجودة، في بعض العلماء يسلمون عليه، عاد ما ندري أحد هو واحد فيهم واحد منهم ولا لا، الله أعلم. إلى الآن ما حصلنا ولا صورة لهذا الشعر، وهذا أمر غريب. هنا سويت مقارنة بين النبهاني وبين الصحاف لأنهما متشابهين في كثير من الأمور. الولادة النبهاني 1270 والصحاف 1291،
بالميلادي 1853، أما الصحاف 1874. الهجرة عمره 17 سنة، قرابة كان عمره يعني سنة 1287 هجري. أما الصحاف هاجر من البحرين يعني تجاوز 7 سنوات، 1882 تقريبا، أي وقت ولادة الصحاف كان النبهاني في مكة المكرمة. يعني أنا في البداية اعتقدت أن لعلهم هاجروا يعني مع بعض، أو هاجروا يعني واحد متأخر سنة وسنتين وراحوا مع بعض، لكن اللي ثبت لا، بينهم 20 سنة تقريبا بين الأول والثاني. الوفاة 1355 النبهاني، أي 1936 ميلادي. نشوف أن الصحاف توفي 1350 أي 1931 ميلادي. نلاحظ أن النبهاني عمر 85 سنة، وأن الصحاف أو المسلماني 56 سنة، أي حياته كانت قصيرة. هذه مجمل سيرة شاعرنا عبد المحسن الصحاف، لكن أبتدي أدخل في الوثائق ثم نتكلم من خلال الوثائق. دائما احنا لما نتكلم في الوفاة نتكلم عن المؤلفات، ما هي انتاجات وما تركه لنا هذا المصنف او هذا العالم. هو ما له الا كتاب واحد اللي هو الفيضات الإلهية والفتوحات المكية، هاي طبع سنة 1000، بنتكلم عنه بعدين. وكان يكتب كثير الكتابة، هاي مجلة القبلة كانت تصدر في الأسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، وكان يعني في كل مجلد تقريبا له يعني 5 إلى 6 مقالات، سواء خطبة أو مقالة أو شعر. أيضا كان له بعض المقالات في جريدة أم القرى. للأسف هذا جريدة أم القرى إلى الآن ما عندي الأعداد بسيطة منها. أما عندي هذا المخطوط اللي هو الرابع، هذه عبد الحق الدهلوي أو عبد الستار، عفوا عبد الستار الدهلوي، كان من أحد مؤرخي مكة المكرمة. هذه ما ترك شيء ولو جمع، لا 5 مجلدات ضخام، 5 مجلدات ضخام إلى المخطوطة ذي، يجمع فيهم أشعار أهل الحجاز، مكة مدينة، بس يكتب يجمع ذي. ففي من ضمن أشعار اللي حصلنا على بعض الأشعار، أشعار عبد المحسن الصحاف، دائما كان يكتب عبد المحسن الصحاف هكذا يعني. فهذه ليست له مؤلفات، وإنما له مقالات وأشعار مبثوثة. وبنشوف الآن في الوثيقة اللي تأتي أنه ذكر أنه كانت أشعار في الغزل واللغز والفقه والمديح وغير ذلك، كانت منتشرة وكانت أعلى ألسن الناس. أول شيء الوثيقة الأولى، الوثائق الفيوضات الإلهية والفتوحات المكية، هذا يتوقع أن مبارك الخاطر لم يقف عليها. هاي طبعت سنة 1322 هجرية، وكان عمر الشاعر في تلك الفترة 31 سنة. أي خلاص يعني يتوقع لما طبع هذا الكتاب في تلك الفترة أن الشاعر في هذا المرحلة في هذا السن وصل إلى فترة النضوج، وصل إلى الشهرة. في هناك من يتبرع على لكي يطبع هذا الكتاب، وهذا الكتاب كان متداول. نسيت أقول لكم إن شاء الله واحدة، لماذا ذكر الزركلي في الإعلام بأنه شاعر عاش في بؤس؟ لأنه لما انتقل إلى مكة المكرمة بعد من أنهى التعليم الديني الموجود أو التعليم الموجود في مكة المكرمة، بحث عن عمل فلم يأثر على عمل، حتى أنه عمل مطوفا. والظاهر أنا استشفيت أنه عمل مطوفا، ولم مثل خليفة بن حمد النبهاني أصبح مدرس في الحرم المكي، وكان مدرس أيضا في المدرسة الصولتية. وأنا لما حطيت صورته قلت لهم صورته تدل على أنه من ذوي الهيئات، يعني رجل يعني عنده إمكانية مادية وغير ذلك، وذو وجاهة، بخلاف توقع شاعرنا كان بالعكس. ولأن ما تمكن في العلوم الشرعية، ولذلك وتوجه إلى مطوف، ثم لعله أحسن استخدام أدوات الأدبية، ولذلك هناك من تتلمذ على في الشعر وفي الأدب على عبد المحسن الصحاف. وهذه استدركت بعدين يعني بعد ما صدر للكتاب اللي هي
كتاب لامية البحرين حق الصحاف، استدركت المعلومة بعدين حصلت أنه فعلا بعض الناس درسوا عليه في اللغة والشعر وكانوا يعرضون عليه مقالاتهم وأشعارهم لكي يراجعها هذا الشاعر المجيد. فهذا الظاهر أنه عاش في بوس ما كان يحصل على عمل، ثم انتقل من وظيفة إلى وظيفة إلى أن عمل في الشيء الذي أتقنه وهو الشعر. هذه الوثيقة عبارة عن المولد النبوي في تلك الفترة، هذه معروف الموالد وغير ذلك. في هذا الكتيب الصغير في ثلاث منظومات له. المنظومة الأولى هي هذه الفيضات الإلهية والفتوحات المكية في المولد، والكتاب الثاني هو معراج اللي سرع المعراج، أيضا هذه المناسبة تقال فيه الأشعار. هذه المنظومة الثانية اللي هي قصة المعراج، هذه ونحن لما نذكر هاي مو كتاب واحد، دائما قصيدة ثانية مؤلف آخر، وإنما هم إيش جمعوا بعض المؤلفات أو بعض القصائد في كتاب واحد. وهنا واضح هو في أشعاره يقول لك مثلا هني: وقبل عبيد المحسن بن محمد ومنحه بالإكرام والإتقان، أي ما ذكر أيضا لا الصحاف ولا المسلماني. هذه المنظومة ثانية اللي هي فائدة وثم نظمها، وقد استحسنت نظمها فقلت بالله التوفيق، منظومة ثالثة. هنا في شغلة، أحد كبار علماء المدينة المنورة وهو عبد الجليل أفندي بن برادة كان من كبار علماء وفقهاء المدينة المنورة، وقرض له هذا الكتاب اللي يستوقفنا هنا أنه يوصف إنزين، قال: من نتائج أفكار الأديب الكامل والأريب الفاضل سابق الأقران وحائز خصل الرهان أخينا الشيخ عبد المحسن بن محمد المكي ذو الأخلاق الحسان، لقد أفاد وأجاد. أيضا ذكر عبد المحسن بن محمد المكي، ولم يذكر الصحاف ولا إيش المسلماني، وأيضا يثبت أنه خلاص وصل حتى هو معروف بين العلماء. هذه وثيقة تزكية وذكر الحسن عن عبد المحسن الصحاف. وعبد الجليل برادة كان من شيوخ خليفة بن حمد النبهاني، ولا تستبعد أن يكون أيضا هو شيخ لعبد المحسن الصحاف والمسلمان، قد يكون من شيوخ، لكن إلى الآن ما في شيء يدل على ذلك. نفس الكتاب الآن نروح حق وثيقة مجلة القبلة. مجلة القبلة هذه قرابة كانت تصدر، يمكن صدرت استمرت أو استمر صدور هذه المجلة 10 سنوات. مجلة كانت خلال في الأسبوع تصدر يوم السبت، يوم الاثنين ويوم الخميس، وهي سياسية اجتماعية دينية، عبارة عن 4 صفحات، يعني ورقة واحدة 2 3 4، كانت تصدر مرتين في الأسبوع، فيها عدة مقالات للصحاف. طبعا هذه المجلة طبعت كاملة في 8 مجلدات، هذه أتوقع حاليا في البحرين ما حد عنده هذا الكتاب، زين، لأن توه طابع جزاه الله خير، أحد الإخوان في طلابنا في الأردن جاب لي نسخة من هذه. ودائما مثل هذه المجلات تكون يعني تنزل بكميات محدودة وتنتهي بسرعة، وأنا قلت ألحق عليها بسرعة خلينا نشوف اللي فيها. بعد ذلك وقبل ذلك طبع 2 فقط في دار أخرى، 2 مجلدين، وضرب ما كملوا، لأن هذه المجلات ما يأخذها لناس متخصصين، وغالبا المؤسسات التعليمية هي اللي تأخذ هذه الكتب، أما الأفراد ما يقتلون هذا الكتاب، لأن المجلة مثل ما تشوفون هي عبارة كالمخطوط، مثل المخطوط مصور، هي المجلة مصورة، فهي تكون متعبة أولا في القراءة لأنها كالمخطوط، وثم تكون متعبة في الثمن أيضا. فهي 8 مجلدات أنا تمت أقرأ فيها، ونلاحظ حطت لكم بعض الأمثلة. مثلا نجد في المثال الأول خطبة عبد اللطيف المالكي، ما ذكر شيء عبد اللطيف المالكي، ذكر المذهب لأنه هو مالكي المذهب، فهو يكتب غير يعني، أيضا يكتب خطب أو يلقي بعض الخطب أمام الملك وفي الجوامع، وتنشر هذه الخطب في الجريدة. المقالة الثانية تحت كاتب عبد المحسن بن محمد المكي الشاعر، غير الصيغة. نروح هنا في المثال آخر، هنا عبد المحسن الصحاف المكي، هناك فوق كاتب فوق عبد المحسن الصحاف.
فغالبا هذه الصيغة اللي ماشي عليها. لكن إلى الآن لم أجد مصدر واحد له هو يذكر عبد المحسن المسلماني. ولذلك يعني بعض الناس لما يقولون أنه هو إيش الدليل أنه من عائلة المسلماني، يعني أكيد بشك، لأنه هو وثائق الموجودة المطبوعة في حياته كلها تدل بأنه إيش من الصحاف. نروح حق وثيقة مجلة أم القرى. طبعا الملك حسين تم نفيه من مكة المكرمة بعد ما حركة آل سعود بدأت تصل إلى أطراف الحجاز، وكان ملك الحسين يراهن على التدخل البريطاني أو الدفاع البريطاني عنه، لكن للأسف بريطانيا لم تتدخل ووقفت موقف الحياد في تلك الفترة. الشاهد أنه خلاص لما حس بالخطر انتقل، وهم يكتبون نفي من مكة المكرمة، اللي أنا من خلال القراءة أشوف أنه لم ينفى، وإنما هو راح إلى مكان آخر آمن، إلى العقبة، إن المكان آمن، لأن خلاص مكة أو الطائف أصبحت محل عراك أو معارك. نعم، فهو انتقل نوفي 1343 سنة 1924، انتقل من ترك مكة المكرمة الملك. فتلك الفترة لما الملك طلع المجلة راحت معه، انتهت المجلة، امتدت مجلة ثانية اللي هي مجلة أم القرى. هذا المجلة أيضا فيها بعض المقالات اللي إلى الآن ما وقفت عليها، لأن بعد ذهاب ملك الشريف حسين من مكة المكرمة ما عاش الشاعر لسبع سنوات تقريبا، فلا ندري هل رجع وضعه من الازدهار إلى البؤس مرة ثانية، الله أعلم، ما ندري، الله أعلم. إلى الآن نحن نحتاج نقرأ ونحتاج نحصل على هذا العدد من أم القرى لكي يمكن نستشف. مع أن مبارك الخاطر ذكر أنه أثنى أيضا على ابن سعود لما فتح في تلك الفترة. هذه الوثيقة المهمة اللي احنا حصلنا عليها هي هذه الوثيقة. ماذا يقول الزركلي؟ أخذ معلومات من هذه الوثيقة البسيطة، من هذه الوثيقة البسيطة نقراها. قال: من أولئك، الغريب أن الذي كتب هذه تأبين ورثاء هذا الشاعر هو ابن خليفة بن حبل النبهاني. أنا كنت أشك لما كنت أبحث في ذرية خليفة بن حبل النبهاني، هو له محمد بن خليفة بن حمد صاحب التحفة النبهانية، وله أحمد بن خليفة النبهاني، وله موسى بن خليفة بن النبهاني. أنا بدأت أشك أنه لعل هناك خلط بين محمد وأحمد، فقلت ممكن تحرف، لأنه ما في شيء، لم أعثر على شيء لأحمد بن خليفة النبهاني ولا حق موسى، في أحد الوثائق اسمهم فقط. زين، إلى أن وجدت هذا الوثيقة مكتوب فيه أحمد بن خليفة النبهاني، أي اللي كتب هذا الرثاء هو ابن خليفة بن حمد النبهاني البحريني. فماذا يقول عن عبد المحسن؟ يقول: من أولئك البائسين الذين وارتهم يد الأقدار تحت الثرى، ومحت أسماءهم من سجل الحياة بعد أن عاشوا ردحا من الزمن، واقفين حياتهم لخدمة الأدب الشاعر، واقفين حياتهم لخدمة الأدب الشاعر العبقري المعروف بسرعة الخاطر كثير الشر رقيقه المرحوم عبد المحسن بن يعقوب الشهيد الصحاف، نسبة إلى جده لأم الشيخ عبد المحسن الصحاف. وهذه أول واحد يثبت هذا القضية، اللي هو اللي وعائلة النبهاني لم تكن عائلة عادية، عائلة علم. أيضا في هذا الوثاق أن كان أحمد بن خليفة صاحب مكتبة، وأخوه كان محمد أصبح قاضي في البصرة. فلما يتكلم في هذا القضية لا يتكلم عن جهل، وإنما يتكلم عن علم. ذكر هذه المعلومات اللي ذكرها اللي يابه الزركلي، يابه من هذه المقال. يقول: ولد رحمه الله في البحرين عام 1291 هجري، ثم سافر به والده إلى مكة بعد أن جاوز السابعة من عمره ونشأ بها، فكان شاعرا قديرا مدح الملوك والأمراء وأرباب المناصب، حفظ له كثيرون في الرقة والحماس والغزل أقوالا كثيرة، وله قصائد غرر
نشر بعضها في جريدة القبلة وأم القرى، وله مخطوطات عديدة من أقواله مبعثرة في الأيدي، يوجد لدي اليسير منها، وله من التخاميس والتشاطير ما حفظه كثير من أهل الحجاز وأدباء. هذه يدل أنك شعر من مرة هو محفوظ، أنه معروف، لكن إلى الآن لم يكتب أحد أو يجمع أحد أشعار هذا الشاعر. أنا بدأت أجمع هذه، بدأت عندي فكرة في جمع شعر هذا عبد المحسن الصحاف، إلا أني سمعت جزاه الله خير أستاذنا القدير مبارك العماري يشتغل في جمع أشعاره، فتوقفت. وهي صار القضية يمكن فوق 5 أو 6 سنوات، فقلت ليتني أنا كان خلصت وطلعت، وليحن أستاذ مبارك العماري ليحن ما أنهى، لأن مبارك العماري الله يحفظه له عدة مشاريع قال يشتغل عليه. فهو حسب ما سمعت أنه بدأ عنده المخطوطات، الخمس مجلدات موجودة، وعنده أتوقع ما عنده مجلد القبلة إلى الآن ما عنده، ومجلد الأم القرى ليست عنده، فأتوقع أنه بيكون في قصور في بحثه، وإن شاء الله بنتواصل وياه إذا في شيء. إذا هو بيطلع هذا الديوان أتوقع بنعطيه اللي عندنا. فيذكر ما تغفر الله له وعفى عنه في أواخر رجب من عامنا هذا عام 1350 على إثر خفوق في قلبه أعدمه الرشد مدة. وهذا يدل على أنا من هنا استشفيت، يعني لعله عاد إلى مرة ثانية بعد الازدهار إلى إيش حالة البؤس، أو أن يعني السوق الذي كان راج في تلك الفترة بشعره، يعني هذا السوق بدأ في الرجوع والانحدار. دائما الشعراء يتكسبون بالمديح، يعني هذه معروف على مر التاريخ بالمديح والدخول على السلاطين والأغنياء والأمراء وغير ذلك، ودائما الشعراء هؤلاء يسقطون مع سقوط الملوك، دائما يسقطون مع سقوط الملوك، راحوا يعني التاريخ انتهي معه. فذكر أعدمه رشده لعله وصابه يعني مرض، يعني أفقده عقله، والله تعالى أعلم في ذلك، وكان سببا في وفاته رحمه الله، رحمه المولى رحمة واسعة، وسكنه فسيح جناته، وألهمه وأهله وذويه الصبر والجميل. جملة ثانية، وألهم أهله وذويه، الذي أستشف أن لعله كان له أسرة في مكة المكرمة، لعله، وإلا هو في البحرين موجودة، أسرة موجودة، ولذلك كانت مراسلات بينه وبين أهل البحرين ومراء أهل البحرين. هل زار البحرين؟ أنا أقول قطعا زار البحرين، بس ما عندنا شيء يثبت ذلك، هذه للأسف ما عندنا ذلك. لكن يعني مارم خليفة بن حمد النبهاني زار البحرين 5 مرات، أتوقع مارم هذا الحب وهذا الولع الذي يعني نرى في أشعار شاعر عبد المحسن الصحاف، أتوقع بأنه زار البحرين، لكن ليست هناك وثيقة تدل أو ترشدنا إلى ذلك. هذه لامية البحرين، أحد هو أراد أن يفتخر لأهل البحرين لأنه كان شاعر وهو في مكة المكرمة ويمجد الهاشميين، إلا أنه لا ينسى البحرين. اللاميات في الأدب العربي معروفة، لامية الشنفرة ولامية ابن الوردي ولامية نعم نعم الطغرائي وغيرهم، عدة لاميات معروفة، يعني لامية العجم، لامية العرب، ولامية الهند، في عدة لاميات كلها، نعم كلها لاميات. فهو أراد أن يعني مع هذا البعد أن يرد الجميل لأهل البحرين، وأحد أبياته اللي فيها في الأخلاق والكرم سماها لامية البحرين، وهي تدل يعني تحث على الأخلاق. وبدايته يقول الحزم بالعزم لا بالعجز والكسل، والفخر في فتكات البيض والأسل، والصدق في القول تنجي المرأة صحبته، والحظ يستر قبح العيب وهو جلي، فابذر بأرض التقى علما تعز به، واحسن النباهة واتبع أوضح السبل، لآخر ينصح يعني العامة على التمسك ببعض الأخلاق الجميلة. ثم يقول في آخر الأبيات، يقول الشاهد يقول فإني نحوت إلى إنصاف فإن نحوت إلى إنصاف معرفتي بلا فخار ولا ذم ولا خلل، لامية العجم تروي فضل ناظمها، وإن لامية البحرين
تشهد لي أبياتها 92 قد حسبت فكن لها حافظا وابذل دعائك لي إلى آخر. فهو يقول إن أنا أريد أن أحفظ لأهل البحرين هذا الفضل، إذا كان طغرائي أتى بلامية العجم فإحنا أتينا أيضا بلامية العرب، وللأسف أن هذه لامية العرب لا أحد يعلم عنها شيئا. وهذه اللي صدر لي في تحقيق في عدد نسخ محدودة حققت وشرحت هذه اللامية. هذه عن عائلة الصحاف، كنا نتكلم عن عائلة الصحاف، كانت لي مقالة عن عائلة الصحاف، لأن أيضا هذه العائلة مهضومة. أنا أريد أن أدلل أن والده كان درس في مدرسة بن خاطر، ولعله كان أحد المشايخ أيضا، وأن حتى أخواله من العلماء، من العلماء الكبار. والنويدر في كتاب أو في بحثنا العوائل العلمية في البحرين ذكر منها عوائل وذكر منها الصحاف. إلى الأسف أن هذه العائلة اندثرت، للأسف إلى هذه العائلة الآن. وعائلة الصحاف هي عائلة يقال أنها من تميم. نعم الصحاف قبل ولا المسلماني؟ لا المسلماني هذا شيء. الآن أتكلم عن أخواله، عائلة العلمية، عن أخواله. وهذا كتاب لحقيقة الداعية والبلاد الذي يدل على أن هذا الرجل وصل في البحرين إلى مكانة مرموقة جدا. هاي كان قبل قاسم المهزة وغيرهم. حصلت يمكن 4-5 منظومات مؤلفاتي معت في هذا الكتاب. عائلة الصحاف عموما اللي توصلت له من خلال البحث البسيط أنهم انزاحوا من الأحساء إلى الزبارة، من زبارة دخلوا مع الخليفة إلى البحرين، فهي من العوائل القديمة. هذا الفيديو اللي هو فيديو رحيل أو الحاكم السابق، طبعا هذه الشريف حسين بن علي الحسيني، هذه وهو يقبل، يعني هذه الوداع مصور. هذه الآن تشوفون القبائل وغيرهم، بعد شوي بنشوف الشيوخ العلماء الدين أيضا يحضرون. من السعودية، من مكة. الآن بدنا نشوف هذه العلماء اللي جايين بالعمة وكذا اللي جايين يسلمون عليه. هل الصحاف المسلمان واحد فيهم؟ الله أعلم، ما ندري. الطربوش هو كان الشعار في تلك الفترة، كان معروف لأن الأتراك، من الأتراك انتشر إلى جميع الأماكن، من تركيا إلى مصر. أي نعم، من تركيا إلى مصر، وانتشرت حتى في أغلب الدول، في الشام، في سوريا، في المغرب وصل، بس الطربوش أشكالها مختلفة. يعني الطربوش، أعطيكم فائدة عن الطربوش، أنتم تشوفون الفيديو ليش سوت الطربوش. كانت العمة صعبة، العمة يلفونها وفي العذبة وراء شيء موجود، فالأتراك قالوا إيه كركوش هذه، فالأتراك قالوا لا نسوي شيء سهل، نفس الكاب، نحط الكاب ونحط الكركوش هذه وراء خلاص، فصارت عمة وراء هذه، فخلصنا يعني بدل ما نلف واحد يحطها بسرعة. هذا المقطع أنا موجود في اليوتيوب، وكان أول ما نزله مع أحد الأشخاص نزله، فأنا على طول التقط هذا المقطع نزلته، لكن موجود في أيضا اليوتيوب. نعم مكة، مكة. ولذلك أنا أقول لكم يا جماعة أكيد صحاف له صورة، لكن نحتاج إلى بحث. هاي طبعا القطار، قطار الحجاز. طبعا هذه آخر مقطع كان. المعلومة اللي ذكرت لكم بعد رحيل سمونا حسين الشريف حسين بن علي من مكة المكرمة، الصحاف ما عاش إلا قرابة 7 سنوات فقط ثم توفى. وأتوقع أنا حطيت هذا المقطع لأن هذه وثيقة تاريخية نادرة ما طلعت إلا في الأشهر الأخيرة. وبهذه تنتهي المحاضرة. أهم المراجع اللي ذكرت الأعلام لخير الدين الزركلي، المغمورون 3 مبارك الخاطر، علماء ودباء البحرين بشار الحادي، الشرف الجزيرة العربية لعبد الله الحامد،
مكة المكرمة في القرن الرابع عشر لمحمد عمر رفيع، الموقع الإلكتروني للبابطين، ووثائق خاصة اللي ذكرت بعض هذه المعلومات. وجزاكم الله خير، أشكركم على حسن الاستماع. أشكركم جميعا طبعا، نتقدم بالشكر.